زار محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة الجرحى المصابين الفلسطينيين، وأكد المحافظ استعداد المحافظة للتعامل مع أزمة قطاع غزة منذ بداية العدوان الإسرائيلي، حيث كانت توجيهات القيادة السياسية بتوفير كافة المساعدات والإمكانات اللازمة لاستقبال المصابين الفلسطينيين. محافظة شمال سيناء بالكامل في رفح أو في الشيخ زويد أو في العريش أو في بير العبد على أتم الاستعداد لتقديم الرعاية الطبية اللازمة طبقا للأنساق الطبية اللي خططتها السيدة الفاضلة وزيرة الصحة، واللي بيقوم بتنفيذها المعاونين بتوعها طبعا اللي جم يقدموا كل ده. احنا طبعا تم تدعيم المحافظة ب50 سيارة إسعاف إضافية كنسق أول بالإضافة إلى سيارات المحافظة، ثم هناك أيضا 50 سيارة إسعاف نسق ثاني موجودين في نطاق مدن القناة.